هي مجموعة من الاستفسارات. أول سؤال شفته طرحه أكثر من حدا، شباب الصوت مفروض واضح عند الكل. السؤال الأول إنه دكتور ما فيش سلايدات، ليه سلايدات؟ والكتاب إن شاء الله راح أحاول أرفعهم اليوم على الليرنينج عشان الكل يوصل لهم. حتكون اللينكات موجودة على نظام الإي ليرنينج سيكشن يلي فيه جميع الطلاب اللي هو All Sections، اسمه SE 103 Introduction to Information Technology All Sections، مش سيكشن المادة لحاله، راح يكون على All Sections. هذا بما يتعلق بالكتاب والسلايدات، فحنزلهم أول بأول. إحنا بنشتغل على المحتوى تدريجي لأنه المادة طرحت يعني بوقت قصير، فإحنا شغالين على المحتوى بشكل تدريجي. هذا بما يتعلق بالكتاب والسلايدات، فهتلاقوهم على الأول سيكشنز بنظام الإي ليرنينج. لحد الآن مبين عندي متى راح نلاقيهم؟ إن شاء الله اليوم راح ننزل السلايدات وراح ننزل الكتب. تمام، هسه الكتب ما في داعي تروح تطبعهم كلهم، لأنه في بعض الكتب أخذنا منهم شابتر شابترين بس، في بعض الكتب أخذنا منهم أكثر من شابتر. فأنت إيش شوف بالضبط إحنا عشو مركزين، وارجع للكتاب كبي دي اف او اطبع الاجزاء اللي احنا مغطيها، لانه حرام تطبع الكتاب كامل واحنا مغطين مثلا شابتر او شابترين منه. فراح انزل ان شاء الله روابط للكتب، كتاب التكنولوجي ان اكشن وكتاب كمبيوتر ساينس ان اوفر فيو، كتابين حننزلهم ان شاء الله مع سلايدات شابتر 1. بخصوص كتاب جزء البروجرامينج حننزله في وقت يعني لما نبلش نشتغل على هذا الجزء. طيب بخصوص موضوع تفضل. عشان كم تشابتر ناخذ من الكتاب احنا؟ موضوع التشابترز هاي كلها مذكوره في السيلبس، برضو راح ننزلكم اياها على الاي ليرنينج على الاول سيكشنز. تمام، فالتفاصيل هاي كلها مذكوره بالمحاضره الماضيه. كان المحاضره الماضيه يعني زي انا مفتحت عندي الرابط دكتور. طيب بخصوص موضوع التسجيلات، طيب خليني اعمل لكم مشاركه بالشاشة من عندي. طيب هاي بدي أطلع من التي. أوكي هسا بخصوص اللي بيحكي أنا مش داخل، أنا مش مبين عندي شيء، ثواني. أوكي مفروض في المايكروسوفت تيمز عندك سواء شغال على التليفون أو شغال على الكمبيوتر يطلع عندك هذا السكشن اسمه SE 103 سكشن 2، هذا اللي هو الشعبة الخاصة أو الكورس الخاص بشعبتنا. تمام، هو المفروض تدخل عشان تشوف المحاضرات تسجيلات وهكذا. أوكي للناس اللي مش قادرين يدخلوا ولا يسجلوا، أنا حطيت على الإليرنج طريقتين. الطريقة الأولى ممكن أنك تسجل عن طريق الرابط، أو أنك تيجي على join or create team وتدخل على join team، تحط الكود اللي حطيته أنا في الإليرنج ويكبس join، تدخل على التيم مباشرة، بدخلك في التيم هذا. فمفروض الكل يطلع عنده SE 103 section 2. جزء ثاني نتركز عليه، موضوع انت بايش عامل لوج ان. لاحظين اسمي هون حاط HA حمزة الكوفحي، اذا بفتح بلاقي حمزة او الكوفحي @just.edu.jo معناته انا داخل بايميل الجامعة. هسا اذا انت مسجل بالكورس هذا بايميل الجامعة وداخل عامل لوج ان في الابليكيشن عن طريق ايميلك الشخصي الياهو او الجيميل او اي ايميل ثاني، ما حيطلع عندك الاشي. اوكي، او اذا بتحاول تسجل في المادة وانت داخل عن طريق ايميل غير ايميل الجامعة هيرفض، لاني انا عامل الكورس فقط للي مسجلين في برنامج المايكروسوفت تيمز من ايميل الجامعة just.edu.jo. لازم تكون عامل لوج ان بايميل الجامعة، اذا انك مش عامل لوج ان بايميل الجامعة بتعمل لوج اوت، ترجع تعمل لوج ان، بتدخل ايميلك الجامعة والباسورد. تمام، هذا الجزء الاول. كل لازم يشوف هاي الصورة عند الكرة الارضية الزرقاء والباك جراوند فيها خضراء. اوكي، وللي مش عارف يدخل وضحنا كيف الطريقتين. طيب لما ندخل على التيمز بنلاقي في عندي مجموعه من التشانلز. التشانل الاولى اسمها جنرال اللي هي الوحيده هاي. اوكي، كل شغلنا حيكون فيها الانسايت جريد اساينمنت كلاس نوت بوك، هذول كلياتهم مش راح نشتغل عليهم. طيب لما تدخل على التيمز، لما يكون في عندك محاضره شغاله، لاحظ بيطلع لك بالازرق هيك، وبيطلع لك اسماء طلاب داخلين اوريدي فيها، وبيطلع لك كبسه الجوين، تكبس على الجوين بدخلك على المحاضرة. تمام، فأوقات أنا بكون لسه ما بلشش المحاضرة، بدك تستنى تطلع لك الكبسة هاي. أوكي، هذا الجزء الأول. طيب دكتور كيف نصل للريكوردينج؟ لما تيجي على تحت الشانل هاي اللي هي جنرال، طيب
لاحظ في عندك هنا بقول لك في محادثات قديمة 94 محادثة، تكبس عليهم بتدور هنا مش طالع لك لسه هذا رسائل الطلاب اللي كانوا يبعثوها. نرجع نحكي see previous replies، لاحظ بنرجع مش شايفين التسجيلات بعدنا، نرجع نكبس see previous replies، لاحظ لسه ما شفنا التسجيل، نرجع نكبس see previous وهاي بين معنا التسجيل. تمام، هذا التسجيل بس تكبس عليه بيفتح لك على موقع شير بوينت لمايكروسوفت تسجيل محاضرة كامل تحضره متى ما بدك براحتك زي ما بدك. تمام تمام شباب، وهيك راح يصير مع كل تسجيل. لما نبلش تسجيل راح يصير يطلع بالشكل هذا، تفتح عليه بتحضر من هنا، بس كل ما بدك تعمل انك اكبس سي بريفيوس ريبلايز وظلك ارجع لحتى يبين معك التسجيلات. دكتور يعني هاي المحاضرة الأولى؟ هاي المحاضرة الثانية، اوريدي اعطينا المحاضرة الأولى وهي مسجلة. اه تمام، مدتها ساعة وعشر دقائق، اه تقدر ترجع تحضرها، غطينا فيها الجزء الأول من التشابتر الأول. اه تمام، شكرا لك. طيب تمام شباب، وضحت الصورة؟ تمام دكتور، بس طيب دكتور بدي ارجع بس دقيقة، تفضل الشاب اللي كان يحكي تفضل. بس بدي ارجع انوه على شغلة الكتاب والهاي عشان ما حدش يضل يعيد ويزيد فيها لأنه كتير بسألوك. طب عادي انا اروح اطبع السلايدات اللي انت بتنزلها وخلاص؟ يعني بعرف من المرجع الاساسي الكتاب، بس انه عشان يعني اوفر على حالي، انه انت بتحكي احنا ما بدنا نغطي الكتاب كامل، احنا بناخذ منه تشابتر 1 2. لا السلايدات، السلايدات مش كافيه، الكتب اللي جبناها منها السلايدات الناشر اللي كتب الكتاب حاط رؤوس اقلام فقط في سلايدات، فما في محتوى كافي انه انت تفهم ايش قاعد بصير من كل سلايد، فبتحتاج ترجع للكتاب. هسه انت ممكن تخلي الكتاب على شكل ديجيتال، تحطه على اللابتوب عندك، تحطه على التليفون، على التابلت اللي بدك اياه، وتخلي السلايدات مطبوعه عندك، بس ما في غنى عن الكتاب. تمام، يعني الكتاب شغل جزء اساسي، لانه طبيعه السلايدات هيك واضح، يعني حاولنا نلاقي لكم سلايدات فيها شرح كامل بس ما كان موجود، عرفتوا كيف؟ والماده تطرح لاول مره وراح تتطور السلايدات اول باول. تمام تمام شكرا. طيب يا حي الله، تفضل الصبيه اللي كانت تسال. دكتور كنت بدي اسال عن الحضور والغياب. اه الماده هاي باخذ فيها حضور وغياب. تمام، بنزل قائمه الاسماء بالحضور والغياب، حضور اجباري، مش انه في تسجيلات يعني خلاص بحضرش، لا. لحد الان في عندنا 139 واحد مشارك بالماده او بالشانل، ضايل تقريبا 11 طالب، الماده مسجل فيها 150 طالب، مفروض في كمان 11 طالب لسه مش داخلين على المايكروسوفت تيمز، فضروري الكل اذا حدا بيعرف حدا صاحبه مسجل وعارف انه مش عامل لوج ان او ما سجل بالكورس، ضروري يساعده او يحكي له انه يسجل، لانه اذا تراكمت عليه الغيابات بنحرم من الماده. تمام شباب. دكتور في استفسار. دكتور تفضل اخر سؤالين تفضلوا نبلش لانه تاخرنا المحاضره الكوادر. دقيقه لانه في كثير طلاب، خلينا واحد فيكم يحكي. دكتور هسه انت بتحكي انه نرجع للكتاب، طيب بصير انت تمام انه هيك تحط لنا الكتاب وتحط الاشياء اللي هي داخله معنا؟ انت حكيت انه حكينا بالبدايه، حكينا بالبدايه رح ننزل الكتاب وراح ننزل السلايدات وراح ننزل السيلبس اللي فيها شرح للمواد والتشابترز اللي مشموله معنا بالماده، ف يعني الاسئله هاي اوريدي جاوبنا عليها. تمام، اي حدا لسه عنده استفسار يحضر التسجيل القديم للمحاضرة اللي راحت ويحضر التسجيل للمحاضرة هاي في حال أول جزء منها ما حضره، كله مسجل. طيب شاب الأخير آخر سؤال. المحاضرة اللي فاتت كنت أدخل على الرابط بس كانت ما تفتح عنده، أنت سجلت غياب وحضور. أو أول محاضرة ما أخذنا يعني نزلت الأسماء فيها بس ما أخذت حضور غياب، ما اعتمدت للحضور والغياب عشان الناس اللي ما قدروا يسجلوا كان عندهم مشاكل بالتسجيل للمادة، يعني تجاوزنا أول يوم. تمام، فاليوم إن شاء الله حنصير نأخذ حضور غياب من اليوم. طيب دكتور يعطيك العافية، تفضلي. هلا المحاضره اللي راحت انا ما قدرت ادخل ولا ما طلع عندي رابط، وحاليا هلا يعني بصعوبه حتى دخلت، فانا كيف بدي احضرها اللي راحت مو موجود على الاي ليرنينج؟
شرحنا وحكينا بالتسجيل. انت دخلتي هسه ولا قبل شوي؟ هلا دخلت هلا لانه شرحنا بالتفصيل كيف التسجيلات اوريدي موجوده، بس تخلص المحاضره هاي اوكي كونك هسه دخلتي مش حتعرفي الطريقه. طيب لما ندخل على مايكروسوفت تيمز، ندخل على كورس الماده SE 103 سكشن 2، نيجي هون تحت تشانل، نكبس على تشانل اسمها جنرال، بنلاقي في عندنا هون سكيدجول لميتنج بصير كل اثنين واربعاء الساعة 5 بي ام. لاحظي هون في كبسة مكتوب عليها replies from you from others، اوكي نكبس عليها، مندور على الريكوردينج. اذا مبين معاك الريكوردينج تمام، مش مبين بكبس see previous replies، بضل ادور حتى يبين معي التسجيل، برجع بدور برجع كمان هيو التسجيل تمام. فموجود التسجيل، بس كل ما عليكم كنت تدوروا عليه في الريبلايز اللي جاي تحت الكورس، لانه انا فاتح مجال للطلاب يعملوا كومنتس، قاعد بنزل الشات كثير والتسجيل يعني بيختفي، بس انه موجود هو. اهم شيء انكم يعني بس تدوروا عليه بالطريقه اللي شرحتها. يعطيك العافيه. الله يعافيكم. طيب شباب هسه هيك ما في يعني اذا في مجال اذا في اسئله ممكن بنهايه المحاضره نرجع نفتح المجال ونجاوب، لانه اوريدي صارنا ثلث ساعه ولازم نبلش. طيب بعيد وبكرر بخصوص الدخل على المادة، لازم تدخل بإيميلك الجامعي تمام. إذا بتستخدم شغل غير إيميلك الجامعي هذا الإشي راح يعمل لك مشاكل، فما هيعطيك أكسس على الفيديوهات، ما هتشوف إنه في محاضرة شغالة، لأنه أنا حاطط إنه بس اللي مسجل دخول على برنامج التيمز بإيميل الجامعة بيقدر يدخل على المحاضرة، عدا عن ذلك بيطلع لك إيرور مسج أو شغلة من هذا القبيل. طيب المرة الماضية بلشنا نحكي عن تكنولوجي ان اكشن، اول شابتر فيه، وكان هدفه يوعيك على الاستخدامات وقديش فعليا التكنولوجيا المعلومات غيرت في حياتنا العملية والواقعية تمام. فحنكمل ان شاء الله على هذا الحكي. اخر مرة وصلنا تقريبا لعند سلايد اتوقع 18، وعطيناكم تاسك من الكتاب وحكينا نشوف مين بده يشتغل عليه وجربه. طلبنا منكم تروح على فيسبوك او تويتر وتدخل على الاعدادات وتشوف فيسبوك انفورميشن وتكبس على شيء اسمه داونلود يور انفورميشن، وحكينا مين فيكم طلبنا منكم تشتغلوه. وبدي اسال هل في حدا منكم اشتغل هذا الاكسرسايز، حاول ينزل هذا الملف وشوف شو مثلا فيسبوك بيسجل عنه معلومات. أنا يا دكتور مرت. أوكي شو بين معك معلومات، شو طبيعة المعلومات اللي طلعت معك؟ المعلومات اللي سجلتها يا دكتور سابقا واللي أنا يعني حاولت إني أدخل عليها فمسجل إياها هناك كلها. من إيش مثلا؟ هل لايكات بسجلهم، هل كومنتات بسجلهم، هل لايكات كل لايك عملت سجلها؟ أيوة كل كومنت عملت سجلها، كل أيوة. مشاركة صورة فيديو كله سجله، كل شيء بتبحث عنه كمان مسجله بتلاقي كمان البحث مسجله عنك، حتى لو انت يعني عملت كلير هيستوري او شغلة هاي كلها ما بتبين على الفيسبوك لما تعمل بوب اب للويندو، بس اذا بتعمل داونلود انفورميشن تبعتك بتلاقي انه مسجل عنك انك كان مدور على الشغلة هاي. وفي كمان الفريندز اللي ضايفهم، شو كمان أماكن فيديوهات أماكن اللي زرتها، يعني ما شاء الله بيعرف عنك بجوز أكثر من عيلتك وأكثر من أي حدا حولك. يعني فهذا الواحد يقدر يجرب عنك هيك إشي، يعني لو حد بالضبط أكاونتك بالضبط يقدر يدخل يعني هون مكان بيعرف عنك كل تفاصيله. وهسه هذا لو حدا دخل على الفيسبوك تبعك، طب شو رأيك بفيسبوك نفسه؟ هل بتفكر فيسبوك قاعد بجمع المعلومات هاي عشان انت تنزلها وتقول واو فيسبوك بيعرف عني كثير معلومات؟ طب دكتور بس على حقوق شخصية ولا كيف؟ لا انت لما سجلت فيسبوك حكى لك انه انت يعني في عنده اجريمنت، ومن جزء هاي الاتفاقية اللي وافقت عليها لما عملت حسابك انه تعطي اكسس لفيسبوك على معلوماتك او تسمح لفيسبوك يسجل هاي المعلومات، والكل وافق عليها لما عمل الحساب. ما حدا قراها؟ اكيد ما حداش قراها. فما حدا شركه فيسبوك ما راح يحكي انه والله انا راح اكون شركه مثلا مش واعيه انف
واجي اقول للمستخدمين انه انا مش راح استخدم البيانات تاعتكم وبعدين ابين اني بستخدمها، هاي شغله كبيره بحق فيسبوك وبتتحاكم عليها. فهو بيحكي لك بشكل عام انه انت لازم تشارك معي معلوماتك، واذا ما بدك ما تسجل. فالكل انه بحتاج تسجل. تفضل. مؤسس شركه فيسبوك مارك اعتقد استدعوه للكونغرس بسبب المعلومات لانه صار فيها اختراق. حكينا المره الماضيه عن كيف ترامب استغل فيسبوك عشان يصوت عشان يزيد شعبيته بالناخبين الامريكيين، وكيف فعلا ترامب نجح وصل للرئاسه الامريكيه عن طريق شو؟ عن طريق انه فيسبوك كان بيسجل معلومات كثيره وقدروا انهم يستخدموا هاي المعلومات عشان يعرفوا كيف يعرضوا لك المعلومه وشو يعرضوا لك اعلانات عشان يقنعوك انك تصوت لترامب. فهاي شغله حساسه كثير. طيب تفضل. هسه في كمان نفس زي هيك نفس البرنامج، لكن اذا بتعرفوا في انه برنامج تاعد اذان وما اذان، بطلب منك شويه معلومات فبينت انه ببيعوا كمان معلومات، هي نفس النظام. كثير مواقع انت بتفكر انه موقع مجاني، بتقول يعني شو هالموقع اللي يعطيني خدمات مجانيه وببلاش كذا، بالاول وبالاخير بتلاقي انه قاعد هو باخذ معلوماتك عشان يبيعها لشركات الاعلانات، وشركات الاعلانات بتصير تعرف انت كشخص شو بتفضل، شو بتحب، شو بتحبش، بصير يطلعوا لك اعلانات تتماشى مع رغباتك واحتياجاتك ويحفزوك انك تشتري شغلات او تتسوق لشغلات هم لهم مصلحه فيها. طيب هذا بس يعني بس هيك اكزامبل بسيط عن كم المعلومات اللي بنقدمها لفيسبوك بشكل يومي، وكيف هذا النوع من الشركات الضخمه بتستغل هاي المعلومات في سبل واشياء مختلفه. طيب هذا الجزء الاول كان. هسه بدنا نحكي عن التكنولوجيا الحديثه اللي نشات في اخر يعني 10 20 سنه واخلاق الكمبيوتر. اوكي، في زي ما في اخلاقيات بالحياه، في اخلاقيات باستخدام الكمبيوتر، لانه الاستخدام الخاطئ للكمبيوتر او استغلال الكمبيوتر ممكن يؤذي ناس. يعني لازم نحكمه لاخلاق وقوانين انت مش لازم تتعداها، زي ما في اخلاق وقوانين تحكمنا بالحياه، برضو في اخلاق قوانين لازم تحكمنا في مجال الكمبيوتر، راح نحكي عنها بالتفصيل. طيب واحده من اشهر الأشياء اللي انشهرت في آخر 15 سنوات كانت هي موضوع الـ Artificial Intelligence، تمام؟ الذكاء الاصطناعي، واللي هي كانت تكنولوجيا عصرية كانت في الزمان صعب تطبيقها وتشغيلها لأنها كانت تتطلب أجهزة عندها قدرات عالية على الحساب وعلى التخزين وعلى يعني التفاعل. فكون الأشياء هاي كلها توفرت وصارت أسهل بالحياة الحالية، هذا الإشي خلاها يعني تصير أقرب للواقعية من أي وقت ثاني. ففي عندك هون مصطلح الانتليجنس، راح نصير نحاول نمشي على المصطلحات نقرأها ونعرفها بتفصيل أكثر. فعشان نفهم شو يعني artificial intelligence الذكاء الاصطناعي، خلينا أول شيء نعرف شو يعني intelligence. لما أقول أحكي أنا ذكاء، إيش معني بكلمة ذكاء؟ فانتليجنس هون بحكي لك the ability to acquire and apply knowledge and skills، القدرة على استلام المعلومات أو تلقي المعلومات وتطبيقها عن طريق سكيلز أنت تتعلمها. يعني إذا أنت عندك القابلية أنك تستقبل معلومات، تتعلم معلومات، تحصل معلومات وتستغلها عشان تطور سكيلز أو تتعلم سكيلز جديدة، هذا الإشي بنسميه عليه أو هذا الكريتشر بنسميه intelligence، intelligent creature أو يعني شيء عنده ذكاء. ف الإشي يعني الانتليجنس بتضمن جوانب عدة زي الإكسبيرينس الخبرات، الريزونينج الاستنتاجية لما أنت تأخذ مجموعة من معلومات وتستنتج منهم شغلة، هذا له علاقة بالانتليجنس. البروبلم سولفينج قدرة على حل المشاكل، البيرسبشن كيف أنت تحس بالواقع اللي حواليك. هسا البني آدم بيقدر يحس من بشرته بطبيعة الجو، إذا في مطر، إذا في مثلا برد، إذا هو تعبان، هو يعني عنده إحساس بالواقع اللي حوله. إذا جاي سيارة من بعيد بيحس على صوتها، على كثير عوامل، على الضوء، على كثير شغلات، وبيقدر يتصرف على أساسها. using language استخدام اللغة في التواصل، في إرسال المعلومات، في يعني أكثر من طريق، تمام؟ طيب هسه لما هاي حكينا وتوضيحنا لمفهوم الذكاء الانتليجنس، طيب شو يعني artificial intelligence؟ اوكي، فكوننا حكينا كلمة artificial معناتها صناعي. اوكي، صناعي يعني اشي من صنع البشر، عشان هيك سميناها صناعي.
وهو يعني artificial intelligence هي اختصار ل AI أكثر، تسمعوا الكلمة هاي كثير، وهي عبارة عن systems or machines which can perform tasks. فأي ماشين عندها القدرة على أنها تعمل تاسك معين نقدر نحكي عنها هاي عبارة عن artificial أو عبارة عن نظام يعني قائم على ال AI أو ال artificial intelligence. فبيحكي لك ال artificial intelligence هو عبارة عن فرع من فروع علوم الحاسوب، بيركز على عمل أو تصميم أنظمة كمبيوتر قادر على إنها تقوم بواجبات أو وظائف بالعادة مرتبطة مع ذكاء الإنسان. يعني بالعادة الإنسان بيقوم بهذا النوع من التاسك أو الشغلات هاي لأنه عنده انتليجنس بتساعده على عمل هذا النوع من الواجبات أو الشغل مثلاً. أوكي، فكونه الاي هاي بتحاول تأخذ السكيلز الموجودة عند البشر وتحاول تعيد استخدامها، هذا الإشي بيمكنها من أنها تعمل هذا النوع من التاسكات. طيب this by definition any computer controlled device that accomplish something through intelligence like the human ممكن احنا نعمل له consideration على انه AI. اوكي، فاي واحد عنده نظام تفكير thoughts على اساسه بيقدر يحلل البيانات اللي اجته ويقوم باداء وظيفة معينة نقدر نعتبره AI. تمام. طيب هسه خلينا نخش بالتفصيل بجوانب الانتليجنس وايش بتعني بالضبط. طيب هسه اذا بنرجع للماضي شوي، كان الهدف ب 1950 هيك بالفتره هذيك انه نعمل ماشين ممكن انها تفكر زي الانسان. حاليا هذا الاشي وصلنا له، تمام، فصار الجول انه نعمل انتليجنت قادر على انه يجاوب أسئلة مشابهة لطريقة البشر بالإجابة أو التفكير لما ينطرى عليهم سؤال من هذا النوع. تمام، فبحكي لك من أوائل الإكزامبلز على الأنظمة الذكية كان في عنا اللي هو الإكسبرت سيستمز اللي بتحاول تعمل ميميك يعني تقليد أو يستقليد للدكتور، كيف الدكتور بيعمل لك دايكنوسيس، كيف الدكتور بيحلل حالتك المرضية. فحاولوا يطلعوا بإكسبرت سيستم، نظام ذكي يحاول يعني يقوم بوظيفة الدكتور عن طريق أنه يحاول يفهم مرضك أو حالتك المرضية. تمام، طبعا هذا الإشي كان مبسط، أوكي، وكان هدفه أنه يعني يسألك مجموعة من الأسئلة وحسب أسئلتك حسب إجاباتك يسألك أسئلة إضافية لحتى يجمع قدر يعني معين من المعلومات. فكانت على أساس questions وحسب الأنسر سبعتك يسألك أسئلة إضافية لحتى يعني يأخذ منك معلومات أكثر. فكانت هاي أبسط يعني examples. بينما الاي اي الحديث هسه صار يقدر يقوم بأشياء أكبر وأعقد شباب عند الكل الصوت بيقطع ولا بس صديقنا؟ لا 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 تمام عندي يمكن من عندك لانه انا يعني مشترك هنا اورنج فايبر مفروض انه ما يقطع هوفلي يعني، بس اذا صار تقطيع عند الكل ممكن انه تخبروني. طيب نكمل. فاحنا بلشنا من نظام بسيط بيحاول يقلد وظيفه الدكتور انه يحلل مرضك، صار في عندنا انظمه ذكيه معقدة أكثر وقادرة على أنها تعمل شغلات كثيرة زي Natural Language Processing، كيف أنه أنا أجي أطلع على مثلا صورة فيها كتابة وأقدر أحدد النص الموجود وأتعرف عليه. هاي واحدة من الفيتشرز الجديدة بتلفون آيفون أنه تقدر حاليا بآخر تحديث وصل تقدر تصور صورة لشاشة وإذا فيها نص يمكنك من أنك تعملها كابتشر أو كذا. برضو تكست لا هذيك تكنولوجيا تكست ريكوجنيشن ناتشرال لانجويج بروسيسنج اتوقع هاي نسخ لا انسى موضوع النسخ، هذا بسموه تكست ريكوجنيشن بناتشرال لانجويج بروسيسنج اللي هي العلم المختص بتعرف على الصوت وفهم كلامك لما تيجي تحكي انت مع ماشين كيف يتعرف انت ايش حكيت وايش قصدت. دكتور اتوقع في مثال مثل سيري دكتور بالضبط
زي سيري، زي أليكسا، زي جوجل، زي جوجل، يعني كل هاي الأنظمة بتقوم على هاي الفكرة، تمام؟ كيف يفهموا عليك شو بتحكي ويحولوا هاي الحكي اللي أنت بعثته للمشين لأوامر بتطبقها وبتعمل شغلات. هذا صار بإمكانك تحكي مع مثلاً أليكسا وتخليها تضوي لك ضوء، مثلاً تطفي لك شغلة، تشغل لك مروحة، تحكي لك الحرارة، تحكي لك الأخبار، تحكي لك مين رن عليك، تبعث إيميل، تودي رسالة، ترن على حدا، كثير شغلات من هذا النوع يعني صارت بحياتنا. طيب برضو طورنا التكنولوجيا إلى تقل بالبرسبشن، كيف ندرك الواقع حوالينا، نولج ريبرزنتيشن، كيف نمثل المعلومات والنولج اللي حصلناها، كيف نعمل بلانينج، كيف نعمل بروبلم سولفينج، كيف نعمل ليرنينج، كيف نخلي المشين تتعلم، مش بس انها والله تقوم بوظيفه معينه، لا تتعلم زي ما بتعلم البني ادم، كيف بالتدريج الطفل الصغير ببلش باشياء بسيطه بعدين بصير يتعلم شغلات اكثر واكثر وبتطور، نفس الفكره. طيب هون نحاول نوصل لك فكره، نبين لك كيف انه الكمبيوتر وصل لمرحله انه تفوق على البني ادم باداء وظائف اثنيناتهم بيحاولوا يعملوها، تمام؟ لنفرض انت بدك تروح على المكتبه، تمام، ورحت على مسؤول المكتبه حكيت له انه انت مهتم بمواضيع معينه وتبع المكتبه سالك اسئله يعني بعده جوانب وحاول حسب يعني الاهتمام تبعك واجابتك على الاسئله اللي طرحها عليك يعمل لك ريكومنديشن او يطرح عليك او ينصحك بكتاب معين او كتب هو بوجهه نظره ممكن تعجبك، تمام. في امازون مثلا، موقع امازون في عندهم AI ونظام تبعهم بيقدر يعمل لك ريكومنديشن مشابهه لنفس يعني الشيء اللي عمله هذا تبع المكتبه بس بطريقه ادق واوضح. ليش؟ تبع المكتبه مثلا شاف 100-200 الف طالب طول حياته مثلا، امازون بتشوف ملايين المستخدمين اللي بيستخدموا نظامها وبتشوف هم ايش بيحبوا ايش بفضلوا، مثلا اللي حب الكتاب A برضه اشترك كتاب B وبرضه شاف كتاب سي، فعندهم داتابيز عن آلاف بل ملايين المشترين عن رغباتهم والأشياء اللي اشتروها وعلى أي أساس اشتروها وكذا. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني برضه أمازون بيعرف أنت شو بتحب شو بتفضل من الهيستوري اللي جمعوا عنك، زي ما شفنا في فيسبوك وتويتر بيجمعوا عنك كل إشي بتعمله، نفس الإشي أمازون بيجمع عنك كل المعلومات اللي بتتعلق مثلا بالأشياء اللي أنت اشتريتها من قبل، شو كان المعيار تبعك بالمشترى لما قارنت بين أكثر من منتج، شافك والله أنك قارنت بين أربع مثلا لنفرض مطارات مي، تمام، لما شافك قارنت بيناتهم واتخذ قرار شراء كان على أساس مثلا اللي سعرها أقل أو اللي كان عليها تقييم أعلى أو 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 أو، فكل هاي الشغلات بيكون بيعرفها عنك، فبيجي بيدمج معرفته عنك بمعرفة الناس اللي عملت سيرش زيك شو كانت شو فضلوا وبيعطيك ريكومنديشن على أساسها بتفوق ومية بالمية بتكون أفضل من الريكومنديشن اللي أعطاك إياها تبع المكتبة. ليش؟ الفرق بحجم المعلومات المتوفرة. تبع المكتبة عرف عنك كلمتين ثلاث بالإشي اللي أنت بتحبه وجاوبت على سؤالين ثلاث عندك، تمام؟ بس أمازون كان عندهم كم هائل من معلومات، هذا الإشي خلاهم يؤدوا نفس الغرض بس بطريقة كثير أفضل. فهي الشغلة لازم نستوعبها. بس توانا شباب أوكي. طيب نيجي على أطفال شوي. بس توانا شباب في صبية اسمها إيفا خلاصك المايك ما في مشكلة عادي دكتور سامينة. تمام. طيب اللي جايب مايك يعني مفروض انه الصوت تبعه كويس بس مشكلته بيجيب اصوات حوالي فالزار لما يصير صيحوا بتعيشوا التجربة معي. طيب اوكي اوكي تمام تمام. طيب نيجي على جزء اللي هو كيف التطور اللي صار معانا في تكنولوجيا المعلومات ساهم بانه نبني انظمة AI او انظمة ذكية فعليا بتأدي وظائف مفيدة، تمام؟ ممكن مر عليكم من قبل إشي اسمه Artificial Neural Networks، تمام؟ هاي واحدة من علوم اللي متعلقة بالماشين ليرنينج أو يعني تعليم الآلة، ساهمت بشكل خيالي بشغلات أنتم كل يوم بتعيشوها، كثير بتستخدموا شغلات على الإنستغرام تستند على إشي اسمه Artificial Neural Network،
وهي عبارة عن أنظمة ذكاء صناعي متطورة طبعا، بتخليك تعمل شغلات زمان كانت كثير صعبة أو مستحيلة، زي أنه مثلا كيف أنه يركب على الوجه تبعك شغلات يعني تتماشى أو تتحرك مع حركة وجهك، كيف أصلا أنه يتعرف على وجهك بالصورة، هاي الشغلات بالضبط الفلترات اللي بتشوفوها، هاي الشغلات كثير حسابيا صعبة. زمان لما كنا نشتغل عليها كنا نستخدم إشي اسمه Image Processing، وكنا كثير نتغلب ونتعب بس عشان نقدر نميز ملامح الوجه، يعني نحاول نعرف انه في الصوره هاي عين، في انف، في ثم، في كذا، وكانت تاخذ عمليات حسابيه يعني وقت طويل لحتى انك تقدر تنجزها. بس في الوقت الحالي مع الارتفيشال نيورال نتورك شغلات زي هيك كثير صارت اسهل واسرع وادق. بيج داتا، هاي كيف انك انت تتعامل مع كميات هائله من الداتا وكيف تستخرج منها باترنز ومعلومات وشغلات تفيدك باتخاذ قرارات، زي مثلا البورصة، زي مثلا الجو، زي مثلا الأمراض والكوارث الطبيعية، تتنبأ عن طريق الداتا الهائل اللي بنجمعها شو ممكن يصير. برضو في عندنا شغلات اسمها Cloud Computing. تفضل. بصير أقاطعك دقيقة. تفضل. هسه أنت بصير إذا بتقدر يعني فضلا وليس أمرا، إنه هسه أنت أعطيتنا الفقرة هاي حلو. تمام. كيف تيجي عليها السؤال بالامتحان؟ يعني حيجيك كذا كذا وانت حتجاوبه كذا. المشكلة مع الطلاب السنة الأولى، خليني أشرح لكم شغلة، إنه متعودين عبيئة المدرسة، يعني يعني دائما طريقة استقبالك للمعلومة إنه أنا كيف رح يجي عليها سؤال بالامتحان، كيف الدكتور رح يسألني عنها. هسا البيئة الجامعة أكثر بتختلف بكثير، يعني مش هدفنا إنه إحنا مثلا كل كلمة بنحكيها هاي رح يجي عليها سؤال، إحنا مثلا نيجي على نقاط معينة نشرحها. هسا أنت بدك يعني مثلا بشكل عام تأخذ فكرة عن السلايد هذا شو صار فيه، مثلا إنه عشان الـ AI فعليا يصير إشي فعال، في عندي مجموعة كبيرة من التكنولوجيات اللي تطورت مع الوقت وساهمت بإنه أقدر أستخدم مثلا الـ AI عشان أعمل فيها والله فلتر للإنستغرام وشغلات من هذا النوع. فبدي يكون تفكيرك على إنك تستوعب اللي بصير وتفهم إيش أنا قاعد بحاول أغطي في هذا السلايد، أكثر من إنه تحاول تفكر أنا كيف راح يجيني سؤال عنه، هل راح يجي الدكتور يقول لي بيك دي تعرف لي إياها؟ هسا إحنا هنا ليش حكيت لك النقطة هاي؟ هسا مش ليش حكيت لك النقطة هاي؟ هسا أنا كل اللي حكيته فاهمه، وهسا ممكن أشمعك إياه، لكن إنه إنجليزياتنا على قدنا يعني مش هالداء اللي عندي، كان هيك بس. لا لا ما تخافوا، يعني احنا راح نراعي كل هاي الجوانب من ناحية يعني اللغة وبساطتها وشغلات يعني من هذا القبيل، فهي الشغلات ما تخافوا منها. بس اللي بدي اقول لكم اياه انه زي ما حكيت احاول افهم ايش قاعد بصير، واحنا في تشابتر نمبر 1 هذا اللي احنا شغالين عليه بنحاول نعمل ايش التالي، انه نعطيك بشكل عام نبذة عن التكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات، فهذا زي تحكي مقدمة للمادة، مش إنها شغلات يعني مفروض تحفظها حفظ وبصم وشغلات من هذا القبيل. فبتمنى وصلت الصورة. لقدام راح صير تجيكوا شغلات أكثر إلها مثلاً من تقسيمات الحاسوب، شو أجزاء وشو مكونات وكذا، شغلات أكثر إحنا ممكن نركز عليها بناحية الأسئلة من المواضيع هاي. المواضيع هاي راح نشرحها لقدام أكثر وأكثر، بس يعني حاليا حاول استوعب قدر الامكان من الماده، واذا حسيت في عندك ضبابي ايش مش فاهمه يعني ممكن نسال. طيب نيجي على موضوع الكلاود. تفضل يا اخي. هسه الاسئله بتيجي بشكل واضح يعني حسب ما فهمت منك يعني. الاسئله ما تخافوا منها، راح نحكي عنها بوقتها ونشرحها ونوضح لكم كل التفاصيل، فهاي الشغله يعني ما تخافوا منها. دكتور بدي احكي لك الماده لها سلايدات، يعني انه ايش عن شو ندرس مثلا، ايش الكتاب نجيبه. شباب حدا يجاوب، شو رايكم حدا صبايا حدا يعني صرنا مجاوبين هذا السؤال 600,000 مره. دكتور انا اليوم دخلت يعني على المحاضره المره الماضيه ما حضرتها، ما يعني كل ما حدا يدخل جديد بيسال نفس السؤال، السؤال تكرر كثير، والفكره انه يعني يا ريت نرجع للتسجيلات عشان نشوف التفاصيل هاي كلياتها. طيب عشان بس عشان الوقت، بس عشان الوقت لانه معانا يعني حد معين من الوقت، بعد ما نخلص يعني اذا حدا عنده سؤال على الماده اللي بحكي فيها قاعد يسال عنها عادي، بس المواضيع لها دخل بالكورس، طبيعه الامتحان، كيف ندرس، كيف كذا، بنجاوب عليها في نهايه المحاضره.
يعني يعني أساس نستغل الوقت الحالي بالناس اللي بتعرف الإجابات عن الأسئلة اللي حكيناها ما نرجعش نعيدها ونضيع وقتهم. فإحنا راح نجاوب عن أي حدا عنده سؤال سواء يعني في نهاية المحاضرة أو عن طريق الإيميل، يعني ما عندي أي مشكلة نجاوب عليهم، بس خلينا نمشي بالمادة عشان ما نتأخر عن باقي الشعب. طيب نيجي على موضوع الكلاود كومبيوتينج. سؤال بالنسبة للمادة. تفضل. هلا في مثلا احنا انت عم تحكي هون عن الذكاء الاصطناعي وكنا عم ناخذ انه الابلكيشن بتاخذ معلومات عنا. طب تمام. حاليا مثلا لما ادخل على تطبيق مثل امازون بطلع منه احيانا تجيني اعلانات عن فيسبوك وهي عن نفس البحث اللي انا بحثت عنه عن امازون، هل في ارتباط بين امازون والسوشيال ميديا بشكل عام ولا؟ اكيد، افتح على جوجل دور على معلومه معينه، مثلا دور على نفرض شغلات شو بيحبوها الشباب مثلا عن 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 بلاي ستيشن، دور مثلا عن أسعار بلاي ستيشن في الأردن أو كذا أو شغلة لها يعني علاقة بهذا الموضوع، افتح الفيسبوك تلاقي إعلانات. يس، فشو اللي بصير؟ شركات اللي بتجمع معلومات عنك بتبيعها لشركات مختصة، هاي الشركات هدفها إيش؟ إنها تجمع عنك معلومات، هاي المعلومات تتعلق إنه أنت إيش دورت، إيش عملت، شو بتحب شو بتحبش. ففي عن كل واحد فيكم، ممكن بعضكم يستغرب، في الشركات هاي في لكل واحد بروفايل خاص فيه، وهذا البروفايل بيقدر يمكن الشركات المعلنة عن إنها تعمل إعلانات خاصة إلك بالضبط، مش زي إعلانات التلفزيون إعلانات الجرائد بشكل عام، لا تصير يجيك إعلانات خاصة فيك. تفضل. ترى نفس الموضوع أستاذ دكتور، يعني بدي أعطيك مثال. أنا كنت بفكر إنه سالفة سيارة وما سيارة، لكن أنا يعني ما بحثت، بس إنه كان الجهاز قدامي وحكيت لشخص إنه بدور على سيارة، فجأة فتحت الفيسبوك لقيت أكثر من 20 إعلان. هسه هذا حكيت قدام حدا وطلع عندي إعلانات، أنا صار معي 100,000 مرة صراحة، يعني كان سؤال كثير محيرني ودورت فيه. الإجابة اللي وصلت لها شو يعني بتخوف أكثر من السؤال، تحكي لك إنه الذكاء الاصطناعي وأنظمة جمع المعلومات صارت ذكية كفاية إنها تعرف بالأشياء اللي أنت لسه بعدك ما دورتش فيها او عندك يعني اهتمام بسيط، بجوز انت تفاصيل بسيطه ما انتبهت عليها، انك عملت لايك لصفحه مثلا هونداي على الفيسبوك مثلا، او انك عملت لايك لصاحبك على صوره سياره، ببلشوا يميزوا انه انت صار في عندك تفضيل على موضوع سيارات وشغلات زي هيك. ف دكتور بكر اجاوب على سؤاله. تفضل. انا وصلت وانا قاعد بحبش بالبرايفسي بوليسي للسماعه اللي عندي، لانه السماعه اللي عندي اكتشفت انه انا موافق على خيار انه تقدر هي تتعرف على صوتي وعلى الاشياء اللي انا بحكيها باللغه العربيه، وبتعطيني اعلانات على حسب هاي، لانه انا اغلب الوقت لما اكون قاعد على الجهاز البي سي بكون لابس السماعه وبحكي مع اصدقائي، فهي بتتعرف انا شو قاعد بحكي وبتطلع لي اعلانات على اليوتيوب ومن كل مكان. هذا حلو، بس انا اللي بيخوفني مثلا انت مفروض جوجل مفروض ما يسمع على محادثاتك، صح؟ مفروض جوجل ما يعرف انت ايش بتحكي. بس للاسف لانه احنا ما بنقرا البرايفسي بوليسي، لانه هو اعطانا خيار نوافق عليه وكل الناس وافقت عليه بالتغيير اللي صار ب 2019 لكل الشركات، كان التغيير البرايفسي بوليسي لها كلها، حتى انا وقتها اجاني كثير كثير موافقات. هسه انت اذا بتفكر فيها، اذا مثلا ميكروفون على تليفونك حيظل شغال طول الوقت ويسجل كل شيء بتحكي، البطاريه تبعتك حتخلص بسرعه، فإنهم يظلهم يسمعوا إليك طول الوقت يعني مش إشي سهل يصير، لأنه بيستهلك التليفون والبطارية وكذا، وظلهم يبعثوا الصوت. يعني هاي شغلة أنت أمسك تليفونك احكي مكالمة طويلة بيخلص الشحن خلال وقت قصير، بس هم بيستخدموا شغلات لسه أحدث من هيك وأقوى من هيك بتخليهم يتنبؤوا برغباتك المستقبلية وأنت مش حاس. يعني الموضوع صار جدا بخوف وخطير لدرجة أنه يعني مش صفت السلاف انهم يسمعوا انت شو بتحكي، لا هم بيقدروا يحسوا فيه كمان. هاي خوارزميه اهتمامات يعني شغلات. يعني امازون قبل 20 سنه كانت الاشياء عندهم اياها، هاي بتعمل ريكومنديشنز ما ريكومنديشن اللي كنا نحكي عنها، شو هسه بعد 20 سنه ايش شو وصلوا حاليا؟ تتخيل يعني حجم الاشي. طيب عشان نكمل ان شاء الله بنفتح مجال اسئله كمان شوي، بعرف المواضيع هيك فيها فضول وفيها يعني حب الاستطلاع، بس عشان الوقت كنت تستحملونا. طيب برضو موضوع الكلاود كومبيوتينج، كيف صارت مواضيع مثلا حسابية معقدة تأخذ وقت وتأخذ جهد، نقلوها بدل ما تصير على تلفونك أو على كمبيوترك صارت تصير على سيرفرات الشركات. تمام، يعني أنت مثلا لما تيجي تعمل بروسيسنج
مش خاطر عبالي شغلة معينة، مثلا لما ترفع فيديو على اليوتيوب، الفيديو هذا بمر بمجموعة من عمليات الفلتريشن والمثلا التدقيق والإيديتينج وشغلات زي هيك والتحويل، كل هذا الوقت كل هذا الاشي بيأخذ وقت. تمام، لو الشركة بدها اياه يصير على تليفونك، انت لما ترفع فيديو راح تليفونك يظل يعني ساعتين شغال على 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 تاسك واحد بس عشان هذا الفيديو يرتفع. تمام، هذا الاشي راح يأثر على بطاريتك، راح يأثر على شغلات كثير. فاللي بصير صار انه شغل الحسابات الثقيلة المعقدة كلها تصير بوين؟ بال على على الكلاود، في في ال شو بسموها الحساب او السحاب الرقميه او شغله زي هيك، فيصير عليها كل شيء من حسابات ويجيك النتائج على هذه المستريح. فهذا الشيء كمان سرع وقوى انظمه الاي اي. تمام، فانت ما في داعي انك تشغل نظام اي اي كامل على تليفونك، هو فقط بكفي انك تودي لهم الداتا وهم يعملوا لك حساب لها معالجه ويعطوك الناتج الفوري. طيب في عندنا زي ما حكينا موضوع الاكسبرت سيستمز اللي حكينا عنه قبل شويه، وضحنا انه هو عباره عن نظام بيحاول يقلد مثلا دكتور او لوير او شغله من هذا القبيل. وفكرته ايش؟ انه بيطرح عليك مجموعه من الاسئله، وحسب اجاباتك بيطرح اسئله بعدها. مثلا بيجي بيقول لك على سبيل المثال، طبعا هي بتكون عباره عن سمبل الجوريثمز مصممه على انه اذا نسال السؤال هذا، اذا جاوب بالطريقه هاي بساله السؤال هذا، اذا جاوب بالطريقه هاي، فعرفت كيف؟ زي بتكون زي شجره مرتبط فيها اسئله ومرتبطه مع اجابات، اذا جاوب هيك بساله السؤال هذا اللي بعد هيك وهكذا. فتخيل انت لازم كل سؤال وكل جواب تربط فيه ايش تساله بعد هيك. تمام، فهذا النظام يعني تقدر تحكي عنه بدايات الاي اي، ونظام بسيط. مثلا ممكن اسالك هل في عندك فيفر مثلا، اذا جاوبت لي عليها يس، بيجي السؤال اللي بعد هيك قديش صار لك حاس انه عندك فيفر، في عندك حراره مثلا. تمام، وتقول له والله مثلا 3-4 ايام مثلا، شو شربت ادويه او شو عملت او شو سويت، فيعني بصير حسب اجاباتك يرد عليك. فهذا اللي هو الاكسبرت سيستمز. بعدين صار في عندنا شيء اسمه الارتفيشال نيورال نتورك، تعريفها زي ما انتم شايفين هنا، ار ديزاين بيزد اون ذا ستراكشر اوف هيومن برين. تصميم هذا النوع من الماشين ليرنينج بيكون على اساس مخ او عقل الانسان. تمام، ف بتعمل في شيء اسمه النيورال نتورك في ادمغتنا، هي عباره عن خلايا عصبيه متصله مع بعض، وممكن انت لما تفكر بشغله او تحاول تعمل شغله، هاي الخلايا العصبيه بتتفاعل مع الخلايا اللي حواليها وبتودي سيجنلز بيناتها. فاجوا العلماء يعني عجبتهم الفكرة أو طريقة اللي بيشتغل فيها مخ البني آدم، وحكوا إحنا نعمل شغلة مشابهة إله عشان نحاول نحل مشاكل صعبة وأشياء من هذا القبيل. فقدروا يعملوا يعني إشي اسمه Artificial Neural Network. Artificial يعني زي ما قلنا صناعي، فالنيورال نتورك شبكة عصبية صناعية، وهي الشبكة العصبية الصناعية بإمكانها إنها تحاكي عقل البني آدم وتقدر تفكر زيك وتعمل زيك وتتخذ قرارات زيك. ماشين ليرنينج، اوكي، هاي مصطلحات عامه بنحاول نعرفها حاليا. ماشين ليرنينج بيحكي لك هي نوع من انواع الاي اي، اوكي، الذكاء الاصطناعي that does not need to be specifically programmed. يعني احنا قبل شوي كنا ايش نعمل؟ اوكي، في ناس عمال يدخلوا زي جيست، فاللي بيدخل كجيست قاعد على الماده ينتبه انه عامل لوج ان عن طريق ايميل مش من ايميل الجامعه. اعمل لوج ان عن طريق ايميل الجامعه عشان تقدر تدخل للاشياء. طيب، في الماشين ليرنينج زي ما حكينا قبل شوي بالاكسبرت سيستمز، كنا نكتب الجوريثمز، وهالالجوريثمز تطرح اسئله وحسب الاجابات ترجع تسال اسئله ثانيه وتجمع منك معلومات. فهي عباره عن الجوريثم خوارزميه انكتبت بطريقه معينه عشان تجمع منك معلومات وتجاوب عليك على اساسها. في الماشين ليرنينج احنا لما يجي نعمل ماشين ليرنينج موديل بسموه، ما بنحتاج نبرمجه، ما بنحتاج نكتب كودات ونيجي نحكي هيك الاشي المفروض يصير. تمام، هاي الماشين ليرنينج بتقدر تتعلم باترنز او انماط موجوده في البيانات اللي تقدمها انت. تمام، مثلا ممكن انت تعلمها كيف تتعرف على الصور اللي فيها بسس مثلا، او تتعرف على الصور اللي فيها مثلا وجوه البني ادمين وشغلات زي هيك. في الوضع الطبيعي بتكتب انت كود بتبرمجه عن طريق لغه برمجه معينه عشان تتعرف على هيك نوع من الشغلات، بس في الماشين ليرنينج لا، تقدر انت تعلمها عن طريق داتا معينه، وهي الداتا بتساعدها على انها تتخذ قرارات واجابات تجاوب على اسئله انت بتطرحها. مثلا بيحكي لك
شو الاكزامبل طرحهم بالسلايد. يو هاف انتراكتد وذ ذيس كايند اوف سيستمز، مثلا زي اليكسا. اليكسا هي عباره عن امازون فويس ريكوجنيشن ديفايس، تمام؟ اليكسا بتجمع عنك معلومات، تمام، عن طريق الحكي اللي بتحكي معها، عن طريق السيرش تبعك، عن طريق ايميلك، عن طريق كل الشغلات اللي انت اعطيت عليها اللي لها صلاحيه، تمام؟ فانت لما تعطيها كل هاي الصلاحيه بتتعلمهم عنك، وبتصير ممكن تحكي لها مثلا كول ماي داد، اوكي، هي كيف عرفت ابوك، او كيف عرفت رقم ابوك وشغلات زي هيك. انت بالبدايه اعطيتها صلاحيه تصل على الكونتاكت ليست تبعتك، وعرفت انه في عندك رقم اسمه ماي داد، ولما تطلب تحكي معه بتعرف كلمه كول يعني اتصال، يعني اتصل بابوي، تمام؟ فبقدر تستوعب الحكي اللي حكيته وتترجمه على شكل امر تنفذه، يحاكي انك تمسك التليفون وتروح على الكونتاكت ليست اللي عندك وتدور على رقم ابوك وترن عليه. كل هذا الاشي صار بس عن طريق امر صوتي. هذا طبعا اشي مش بسيط واشي معقد، يعني بياخذ فترات طويله من التعليم. طيب في المشين ليرنينج بدنا نفهم شغله، انه احنا بنحتاج نعلم هاي المشين كيف تعمل الاشياء هاي. انا لازم مثلا اذا على سبيل المثال بدي اعلمها، بدي اعطيها داتا، وهي الداتا اصير احكي لها عنها، احط عليها مثلا شيء بيسموه ليبلز، احكي له مثلا افرجيه 100 صوره واحكي له هذول الصور كلهم فيهم بسس، واعطيه كمان 100 صوره ثانيه واحكي له هذول ال100 صوره كمان ما فيهم بسس. اصير يعني احاول اوضح له الصور اللي فيها والصور اللي ما فيها، عشان يصير يقدر يميز كيف شكل البس بيكون موجود. ما بعطيه نفس الصوره 100 مره لانه مش حيتعلم هيك، بعطيه صور مختلفه، في تحت شجره، تحت سياره، بجنب دار، بجنب واحد، وصور برضه مش موجود فيها هذا الكائن مثلا، عشان يصير عنده القدرة انه يميز ويفهم كيف شكل البس، وعلى اساسه يصير يعمل له detection. هو smart enough انه يميز انه هذا الشكل اللي هو دائما بيكون موجود بالصورة هو بشكل، هو بيعبر عن البس. فلو اعطيته صور جديدة حسب الاشياء اللي تعلمها بيقدر يميز مكانه بالصورة. طيب نيجي على الديب ليرنينج. الديب ليرنينج هو بحكي لك هذا لسه نظام ثاني من نظام التعلم. بيحكي لك هو عبارة عن جزء من المشين ليرنينج، أوكي، يتبع للمشين ليرنينج فيلد that describes systems capable of learning from mistakes. في الديب ليرنينج مش بس إنه أنا والله بتعلم أميز بين صور، وفي الديب ليرنينج إذا أنا إذا أنا كبروغرام بغلط بتعلم من غلطي، تمام؟ هذا إشي بيميزها عن المشين ليرنينج، إنه الأغلاط اللي بترتكبها تتعلم منها، فبتحاول تتجنبها بالمستقبل، على عكس المشين ليرنينج اللي لا، بتكون دائما تعطيك مثلا نفس الإجابة. لو ظليتك تعطيها نفس الصورة 100,000 مرة وقاعدة بتجاوب عليها غلط، حضرها تعطيك نفس الإجابة. في الديب ليرنينج لا، بيكون عندها وعي لمفهوم الغلط، إنه أنا ارتكبت غلط وبدي أصلحه. فبيجي مثلا أعطيتها صورة حكيت لها فيها بس هاي ولا لا، حكيت لي لا، بس فعليا هاي الصورة فيها بس. فبتيجي بتتعلم من الخطأ اللي عملته، وبتحاول تشوف شو سبب الخطأ وتعالجه، عشان في المستقبل لو شافت شغلات مشابهة أو نفس الصورة تقدر تجاوب عليها بطريقة صحيحة. فحتى هذا النوع من الـ من ال بسموه الديب ليرنينج نتوركس ممكن يشتغل من دون ما أنت تعطيه تصنيف للداتا اللي بتعلمه عليها. مثلا تقول له هاي قط وهاي مش قط، فيها قط وفيها مش قط، ممكن حتى من دون ما تعطي مسميات يتعلم لحاله. هاي علوم معقدة وكبيرة وكذا، بس عندنا فكرة وبدي اياها منك انك تاخذ فكرة عامة عنها مش اكثر، تمام، وتعرف ديفينيشن تبعها. طيب مجالات الاي اي، في عندنا زي ما حكينا قبل شوي natural language processing. شو الـ areas أو الـ applications على الـ AI، على الذكاء الاصطناعي؟ natural language processing. هذا النوع من التطبيقات works to develop AI system that understand written and spoken words. هذا النوع من الأنظمة أو التطبيقات شو بيعمل؟ بيقدر يميز اللغة المكتوبة والمحكية، تمام؟ فيمكن الآلة إنها تتفاعل معك عن طريق عن طريق كتابة الأوامر أو عن طريق حكي هاي الأوامر، تمام؟ فهاي شغلة يعني جدا بنشوفها في حياتنا اليومية. ممكن تفتح مثلا برنامج جوجل ترانسليتر، تختار خيار الكاميرا وبيعطيك مجال انك تصور اي صورة ويعمل لك ترجمة فورية للغة المكتوبة في هاي الصورة. كيف هذا الاشي صار؟ صار عن طريق اشي اسمه Natural Language Processing، واللي هي احد تطبيقات الاي اي، تمام؟ فانت لما تفكر كيف هاي الشغلة صارت بدك تفكر بالاي اي. طيب Perception هو عبارة عن
AI systems عندها قدرة على إنها تحس زينا زي البني آدم. شفتوا مثلا أنتوا روبوتات عندها القدرة أنها تمشي، طب كيف هذا الروبوت بيحس بالأرض إنها قاسي بمشى عليها؟ كيف بيقدر يحس بالميلان ويضبط وضعه، حركة جسمه كذا؟ كل هاي الأشياء ممكن نعطيها عن طريق سنسورز للسيستم تبعنا، ويجي يستوعبها كلها مع بعض ويقرر على أساسه إيش يتصرف وإيش يعمل. knowledge representation، واحدة من إحنا كبشر لما نتعلم معلومات نأخذها مثلا مكتوبة أو محكية أو مرسومة أو شغلة زي هيك، تمام؟ الـ AI بيحتاج هاي الداتا أنها تكون بشكل معين. فواحدة من مجالات الـ AI إنه يأخذ اللغات هاي اللي بالنسبة له مش مفهومة ويحولها لعلم مفهوم أو معلومات مفهومة بيقدر يمشي عليها ويعني يستخدمها ويستفيد منها. planning ممكن نستخدم برضو الـ AI systems عشان نعمل بلانز ونعمل اتشيف لهاي البلانز. ففي عندنا اي اي سيستم ممكن نعطيها مثلا نحكي لها والله في عندك تاسك انه في عندك متاهه بدك تمشي في هاي المتاهه وتوصل لنهايتها، تمام؟ فممكن عن طريق الاي اي انها تقدر تعمل بلانينج للماب اللي حتمشي فيها او الطريق اللي حتتخذها وتظلها ماشيه على هاي الخطه وتصل للاند، تمام؟ فهذا كلياته برضه احد تطبيقات الاي اي. problem solving زينا كيف البني آدم بيفكر بيعمل judgment وبيحل مشاكل، نفس الإشي ممكن الـ AI يتبرمج على إنه يحاول يعمل حل لمشاكل، تمام؟ learning برضو ممكن الـ algorithms AI algorithms تتعلم زي ما وضحنا قبل بالـ deep learning، ممكن إنها تتعلم من الأخطاء وتصير تحاول إنها تتجنبها بالمستقبل أو تحاول تجمع معلومات إضافية عشان تزيد النولج تبعها والمعرفة تبعتها عن شغلة معينة، تمام؟ فهاي يعني مجالات مختلفة إلها علاقة بالـ AI وتطبيقاتها، تمام؟ طيب نيجي هسا على موضوع الريتيل، الأشياء اللي حكينا عنها قبل شوي كنا نناقش فيها كيف المواقع الشوبينج، مواقع السوشيال ميديا، كم المعلومات اللي بتجمعهم عنك. على سبيل المثال طلعوا في هاي الصورة عندنا شوية أرقام، مثلا بيحكي لك في عندنا ما يقارب 1039,000 صورة بنعمل لهم أبلود على الإنستغرام، هذا خلال الدقيقة الواحدة. إحنا بنحكي ما يقارب 1140,000 صورة في الدقيقة الواحدة، تخيل حجم الداتا اللي قاعد تدخل عليهم. في اليوتيوب بيجي ما يقارب 300 ساعة من الفيديو كل دقيقة بتنرفع على اليوتيوب، كل دقيقة بتمر في 300 ساعة قاعدة بنعملها أبلود على اليوتيوب. في أمريكا مثلا نظام اليو بي اس أو حتى نظام اليو بي اس العالمي، يو اس بي اس هذاك اللوكالي، اليو بي اس نظام الشحن العالمي الأمريكي بيسلم 12,500 باكج خلال الدقيقة الواحدة حول العالم. في عندك 12,500 باكج قاعدة بيتم تسليمها للناس كل دقيقة بتمر، تمام؟ تخيل على جوجل بيصير ما يقارب 2.4 مليون كويري أو سيرش على جوجل كل دقيقة بتمر، تمام؟ تويتر بينزل عليه ما يقارب 350,000 تويت بالدقيقة الواحدة، تمام؟ فتخيل حجم الداتا هاي اللي بتصب قاعدة بداتابيزز والأنظمة تبعت الشركات الكبيرة زي هيك، وحجم المعلومات اللي بيقدروا يعني يستخرجوا منها. واحد من العلم، تفضلي. طيب دكتور كيف بتعاملوا مع هذا الكم الهائل من الداتا؟ أوكي هسا هم بدل ما يعني هسا مثلا في 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 اليوتيوب بيجوا بيأخذوا هاي الداتا وبيحاولوا يعملوا إعادة ضغط إلها وتحويل لحتى تتناسب مع أو حجمها يكون مناسب إنه يتخزن. طبعاً كل هاي الشركات عندها أنظمة قادرة على أنها تستوعب أحجام هائلة من الداتا، تمام؟ بس نعرف إنه بس ثواني نكمل، نعرف إنه كل هاي الشركات تستخدم أنظمة متطورة عشان تضغط وتعمل يعني تصغر حجم هاي البيانات بطريقة إنها تظلها إلها معنى بس ما تأخذ حجم كبير بالتخزين، لأنه زي ما أنتم شايفين كميات هائلة من الداتا قاعدة بتدخل. وبعض الشركات ممكن تلجأ لسياسة الباك اب، إنه الداتا
بتخزنها في نسخ احتياطية وبتخبيها على جنب وقت ما تحتاج تستخدمها، ما بتكون كل الداتا يعني موجودة بشكل متوفر، تمام؟ وبالغالب هاي الداتا بتكون تراكمية، بظهرها تزيد اوفر تايم اوفر تايم اوفر تايم. يعني افتح انت على جوجل بتلاقي جميع ايميلاتك من اول ما فتحت الايميل، ممكن تلاقي كمان هيستوري عن كل الاماكن اللي رحتها من اول ما فتحت ايميل على جوجل، تمام؟ فكل هاي الداتا ما بتروح بالتقادم، بتظلها وبتستمر معك طول حياتك، تمام؟ وزي ما حكينا هسه صار يعني الستورج ارخص منه ما فيه، فصارت شركتها كلياتها ما عندها اشكاليه انها تجمع معلومات عنك يعني وبدون ما يعني يهتم بموضوع حجم الداتا هاي او كيف. تفضل، كان في حد عنده سؤال؟ دكتور، يعني كفيسبوك هو بلش بال 2004، هسه هل معقول من 2004 يعني تقريبا ما يقارب 18 سنه اذا مو اكثر، لا اكثر كمان، شو اسمه الداتا محتفظ فيها ولا هسه كل فرضا 4 سنين بس او فتره معينه؟ هسه انا ما يعني بقول لك يعني حجم يعني انت اذا بتفكر بال كل شيء انت عملته على الفيسبوك، وحاول افتح زي ما شرحنا بالاكسرسايز اللي حطيناه بالبدايه، اذا بتروح تحاول تنزل الملف الموجود تبعك في فيسبوك، جميع تفاصيل يعني الموجوده عندك في فيسبوك، بيجوز كلهم على بعضهم ما يجينش 100 ميجا، تمام؟ الا اذا في فيديوهات وشغلات كبيره. فهم شو بيساووا؟ بيعملوا اعاده فرمت الى هاي الداتا بطريقه يصغر حجمها بس تظل المعلومات فيها. مثلا صوره بدل ما يكون حجمها 20 ميجا بصير حجمها مثلا 100 كيلو بايت، تمام؟ فهذا الشيء بيسمح لهم مجال انهم يخزنوا كميات كبيره من الداتا. بيخزنوا يعني ما عندهم مشكله. هسه الاستورج صار جدا شيء رخيص، يعني انت بتقدر تروح على خدمات جوجل الكلاود مثلا وتستاجر عندهم مثلا 100 تيرا مثلا، يعني بسعر مش غالي كثير يعني. فالشركات هاي عندها اموال طائله وبتقدر تخزن وبتقدر تحافظ على جميع بياناتك. واي حدا يعني عنده استفسار يحاول يرجع على جوجل، اذا حدا عندكم في عنده حساب قديم، ويشوف لحد قديش راح يرجع على الفيسبوك، ما راح يحذف لك اي بوست او تويت شيء عندك. تفضل. انا لما نزلت الملفات طلع عندي 20 جيجا بايت من الملفات، وبرجع ل 2012 كل تعليق وكل صوره وكل شيء كان موجود، ما انحذف ولا اي شيء. طيب، 5 ملفات كامله. تفضل. هاي يعني من 2012 حافظ له على كل شيء. انا يعني انا ليش حكيت لك حجم صغير؟ لانه بتذكر مره نزلت يعني الفايل هذا بس ما كان حجمه كبير، لانه ما كنت ارفع فيديوهات وصور بكثره. بس يعني جوجل ابدا ما عندها اي مشكله انها تخزن كل شيء انت بتعمله بحياتك ويخلوه عندهم، تمام؟ هاي شيء بيقدروا يستغلوه يستفيدوا منه ويبيعوه، اوكي؟ هاي شغله نفهمها. طيب نيجي على موضوع حجم الداتا الهائل هاي. طب ما سالتش حالك كيف احنا بدنا نعمل استفاده منها؟ طب انا قاعد بقول قاعد بصير بالدقيقه الواحده 2.4 مليون جوجل سيرش. طب كل هالسيرشات كيف بدي استفيد منها؟ كيف بدي اطلع منها شغلات مفيده؟ افهم شو قاعد بصير، افهم فلان ايش عن ايش قاعد بدور، ايش مهتم. في شيء او علم اسمه الداتا مايننج. هذا العلم هدفه بانه ياخذ كميات هائله من المعلومات ويطلع بخلاصات او باترنز، يحكي لك والله هذا البني ادم بفضل او عنده باتجاه شغله A او B او C او كذا، تمام؟ وبرضه ممكن انها تدرس طريقة شراء المشتري معين مثلا او السوق لايش بيتجه، او ايش مثلا احنا ممكن نعمل مثلا على سبيل المثال شفنا حدا بيحاول يشتري شغلة معينة يدور عليها اكثر من مرة، ممكن احنا نصير نعمل له هو لحاله ديسكاونتس خاصة فيه عشان نحفزه انه يشتري الغرض هذا، واذا اشتراه مثلا ممكن نحاول نجرب نعمل نفس التجربة مع غيرهم، ولما نشوف والله في اقبال على شغله معينه من بشكل عام من كل اليوزرز اللي عندنا، نصير نعمل ديسكاونتس تعجبهم. مثلا شركتنا بتبيع 100 منتج، اوكي، في 50 60 منتج مش مشهورين، في مثلا 30 منتج نص نص، في 10 منتجات هذول عليهم ضغط وعليهم تركيز، ممكن ايش نعمل اعلانات، نعمل ديسكاونتات على هذا النوع من البرودكت عشان نزيد مبيعاتنا. واذا شفنا مثلا والله في زياده بالمبيعات لسه نزيد الاعلانات عنهم، نزيد الديسكاونتات عليهم لحتى نحصل مبيعات اكثر واكثر. فهي الداتا بتساعد شركات الاعلانات، شركات الفيسبوك، الامازون، الاي باي، كل الاشياء اللي بيبيعوا خدمات انهم يسوقوا لخدمات اكثر ويبيعوا شغلات اكثر. مثلا الاي اي برضه تستخدم
في موضوع البانكينج بيستخدموها مثلا عشان يحددوا اذا صار في عندنا على سبيل المثال احتيال او نصب او سرقه للاموال، بيجوا بيتابعوا مثلا لنفرض الترانزاكشن، جميع العمليات السحب والايداع اللي انت بتعملها، ويتبعوا ويشوفوا هل في انماط مشابهه لانماط شفناها من قبل لها علاقه بالنصب والاحتيال وكذا، واذا شافوها بيعملوا عليها ديتكشن وبيجوا بيحذروا البنك وبيحذروا العميل وبيتخذوا خطوه معينه. تخيل انه قاعد في عندي انا بني ادم بقعد بتطلع على كل هاي الانترست ترانزاكشن اللي بتصير، كل عمليه شرائيه بتصير قاعد واحد بتطلع عليهم واحده ورا الثانيه، وتخيل قديش الاف ملايين الترانزاكشن بتصير بالدقيقه الواحده، وانه قديش شيء مستحيل انه بني ادم واحد يقدر يعمله ولا حتى تيم كبير. فالاي اي اجت وحلت هذا النوع من المشاكل. ترانسبورتيشن اندستري مثلا، الطيران هسه صار يعتمد على الاوتو بايلوت. انت لما تطلع في طياره، الطيار اللي بيعمله انه مشرف على الرحله تبعتك، هو بيتولى موضوع الاقلاع موضوع الهبوط، بس الرحله بين ما بعد اقلع وقبل الهبوط هذا كلياتها اللي بيتحكم فيها الاوتو بايلوت اللي هو الطيار الالي داخل الطياره. تمام. برضو في عندنا الاشياء اللي صرنا نشوفها بارض الواقع حاليا، الاوتونومس فييكلز، السيارات اللي بتسوق حالها لحالها، زي مثلا سيارات تسلا، زي سيارات الحديثة حاليا مثلا، التزام بالمسار، قراءة الشخصات كذا، كثير يعني أنظمة صارت الـ AI والكمبيوترز هي اللي تتحكم فيها. برضو الروبوتات يعني واحدة من الشغلات كمان اللي صار بدنا نشوفها بحياتها أكثر، زي مثلا اللي بيكنسوا الروبوتس اللي بتكنس داخل البيوت، كيف بتعرف على الأشياء وكيف بيكنس بطريقة ذكية. تفضل. في إيلون ماسك وراح يكون عنده مشروع روبوتات أعتقد في المنازل راح يكون يشتغل زي نزل إعلان عنه مؤخرا. صحيح. مزبوط. هذا النوع مثلا برضه، طب أنت مثلا بجوز هذا الإشي يصير يعتني بأطفالك أو يعتني بوالدتك أو يعتني بوالدك كبار بالعمر مثلا، هل أنت بتقدر تأمن عليهم؟ يعني كل هاي الشغلات أسئلة لسه بنحاول نجاوب عليها مع تطور هذا النوع من التكنولوجيا، بس نعرف انه هذا الاشي قاعد بصير شئنا او ابينا. بالمستقبل راح تصير تطلع بسيارتك وتشغلها وتحكي لها ودينا على الديستنيشن الفلانية وتمشي فيك لحالها، وحيصير ارقام واحصاءات تبين لك انه هذا النوع من القيادة مثلا أأمن بمئة الف مرة من قيادة البني ادم، لانه الروبوت مثلا بنامش بنعسش بتعبش بمرضش بسهاش بلدهيش. فبس استل يعني في طور التطوير يعني، ولسه بدها شغل. برضه في مجال الإديوكيشن صار ممكن إحنا بدل ما نعمل بلان لكل الطلاب اللي موجودين عندي أنا بالصف أو الشعب الصفية، نعمل بلان لكل طالب. أنا أشوف كل احتياجات طالب، أشوف شو نقاط الضعف عنده وكذا، وأعمل له بلان خاصة فيه تساعده على إنه يتطور، عشان ما يعني أتعامل مع الطلاب بشكل متساوي. بجوز طلاب معينين شاطرين بهذا الجانب، وأنا إذا برجع بشرحه بعيده وبكرر فيه بالمدرسة أو بضيع وقتهم، بينما في طلاب ثانيين بيحتاجوا وقت أكثر عليه، لو أنا ما أعطيت هاي النقاط هذا الإشي يعني بيأثر عليهم. فممكن عن طريق هذا النوع من الأنظمة إنه نعمل plans learning plans لكل طالب حسب احتياجاته وحسب يعني شغله. ممكن برضو موضوع الgrading ينسرع عملية التصليح عن طريق الاشياء. ممكن نكتشف السرقات اللي بتصير مثلا. في عندنا واحدة من الأنظمة اللي بالجامعة، خلينا نحذركم منها، هاي بتخليك تكتشف إذا مثلا طالب جايب حل الهومورك من الإنترنت، بتدور في الإنترنت تعرف إنه كلمات معينة أنت ذكرتها ما أخذها زي ما هي بالإنترنت وشغلات من هذا النوع. فهذا النوع من الأنظمة بيقدر يتميز ويحدد إذا هذا الشغل اللي أنت عامله شغلك ولا أنت ماخذه من مكان معين، من كتاب، من موقع، من 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 يعني مصدر آخر غير شغلك. فهذا الإشي يعني النظام. هذا النظام خيب أمال كثير من الطلاب. هذا بدير بالك يعني، في طلاب بيظلهم يعني حاطين الأمل إنه لا بتمشي الأمور تمشي بعدينك بيجي، ولا إنه تشيتينج زيرو، شو شغلي يا دكتور تعال شغلك هيك جايبه من صف بالكتاب الفلاني الصفحة الفلانية من الموقع الفلاني الفقرة الفلانية. فيعني صار الموضوع جدا أصعب على الطلاب من ناحية التشيتينج وأسهل على المدرسين من ناحية كيف يلقطوكم. طيب بموضوع اللو انفورسمنت، موضوع الشرطة، ما شرطة بيستخدموا أنظمة الـ AI مثلا.
لما انا اكون عندي سياره مطلوبه وكاميرات المراقبه اللي مثلا منتشره بالاردن هاي كلياتها بتصور صح؟ هسه لو بدنا بني ادم يقعد يدور على كل كاميرا ويحضر كل الفيديوهات عشان والله يلاقي وين سياره احمد المسروقه لبعد 100 سنه ما بخلصش، فصاروا يستعينوا بانظمه الاي اي اللي تصير تتعرف على نمرة السيارة ورقمها وتحاول تشوف تتبع حركة سيارة معينة حركة فرد معين وهكذا. طبعا هذا برضه فيه اختراق للخصوصية، انه ممكن هاي المعلومات يتم استغلالها بطريقة غير صحيحة، انه يتبعوا تحركاتك وين بتروح وين بتيجي. هاي الشغلة كثير ناس بتشوفها عبارة عن خصوصية مش مفروض الناس او اي حدا يعرفها عني. برضه بتساعد في انه والله نعمل سولف الكرايمز، ممكن مثلا عن طريق لنفرض واحد توفى من 20 سنة، ممكن عن طريق ودفن في مكان واكتشف وفاته بعد فترة طويلة، يجوا عن طريق الجمجمة تبعته تصويرهم للجمجمة يقدروا يرجعوا يعملوا تشكيل لشكله كيف كان قبل ما يتحلل وقبل ما يتحول. فهاي واحدة من التكنولوجيات اللي الـ AI أسهمت فيها، أنا بقدر أحول جمجمة لا 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 لوجه بني آدم، يعني أرجعه بالزمن وأعرف كيف كان شكله بالزمان. كل هذا باعتماد على الـ AI. برضو موضوع السيرش على الداتابيزز، انا ممكن نظام اللو انفورمنس تبعي هذا يشبك على اكثر من داتابيز، مثلا زي الانتربول يعني بيكون شابك على داتابيزز منتشره حول العالم من امريكا من الاردن من اوروبا من كذا من كذا، وفي حال صار بحث او طلب لاسم معين ببين في كل هاي الاماكن بالعالم وبيقدروا يوصلوا لهذا الشخص او يعرفوا اذا انه مطلوب ولا لا. برضو موضوع الكمبيوتر فورنزيك، هسه لما يجي مثلا واحد يتم اختراق كمبيوتره مثلا او شركه يتم اختراقها مثلا، بيجي في شيء اسمه الفورنزيك اناليست، هذول اللي هم المدققين الرقميين ايش بيسووا، محققين بس على 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 العالم الرقمي، بيحاولوا يتبعوا ويعرفوا اللي اخترق هذا النظام او اللي اخترق هاي الشركه من وين اجى، شو استخدم، شو استغل، شو عمل، شو ودى، شو سحب. فكل هاي الشغلات ممكن استخراجها واستنباطها بطرق تقليدية، بس لما اجت الـ AI ساهمت وسرعت وسهلت هذا النوع من الوظائف. في موضوع الميديكيشن أو العلاج برضو صار في عنا تطور في هذا الجانب بالاستعانة بالـ AI. صار عنا دياجنوز لحالات غريبة، الدكتور صار يقدروا عن طريق أنظمة AI إنهم يتعرفوا عليها ويحاولوا يلاقوا لها حلول، صاروا يقدروا يعملوا زراعة لشرائح جوا جسم بني آدم، تجمع معلومات من المصدر زي مثلاً سنسورز لها دخل بالسكري، ضغط الدم، معدل نبضات القلب، نسبة الأكسجين بالرئة وشغلات كتير زي هيك. تفضل. شيء هيك شو اسمه قاعد بتطور شريحة على نفس الموضوع. يعني في كتير، حتى إيلون ماسك صاحبنا اللي قبل شوي شرح، إيلون ماسك قاعد بيشتغل على شغلة تقريبا بتيجي حجمها زي حجم الخمس قروش، تيجي يعني شريحة تتصل بالدماغ وبتحاول يعني تعمل تعزيز وتطوير لقدراتنا الذهنية، بأنك مثلا مجرد أنك تفكر بشغلة تخلي هاي الشغلة تصير. مثلا أفكر أني بدي الضوء يشتغل والهاي الشريحة تميز هذا النوع من السيجنال داخل عقل البني آدم ويشتغل الضوء، فبطل حكي بطل صوت بطل إشي، صار بس مجرد التفكير هذا الإشي يخلي خلينا نقدر نتحكم بالأشياء حولنا. وهذا الإشي واقعي موجود، يعني ممكن في بعض الأجهزة بيستخدموها الشرطة مثلا تقرأ إشارات الدماغ مثلا في حال التحقيق، بيحطوها على 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 جسم البني آدم وبيحاولوا يتبعوا نبضات قلبه ضغط دمه النشاطات العصبية بعقله عشان يعرفوا لما ينسأل ويجاوب على شغلات هل هو بيكذب ولا هو صادق. في كثير إشارات مع الوقت يعني أنظمة الـ AI قدرت تميزها. برضو في مثلا في شيء اسمه digestible مايكروتشيب، هي عبارة عن شرائح كمبيوتر قابلة للأكل أو بلع مثلا، تيجي زي حبة دواء زي شايفينها بالصورة، ممكن هاي تدخل في جسمك وتجمع عنك معلومات وترسلها لدكاترة بشكل وايرلس أو تخزنها ويستخرجوهم يعني المعلومات منها بشكل يعني ثاني. تمام. ففي يعني تطبيقات كثيرة للتكنولوجيا الاي اي وبرضه للانفورميشن تكنولوجي في كل هاي المجالات الطبية.
في مجال السايكولوجي مثلا، في عندهم نوع في يعني مثلا على سبيل المثال الناس اللي في حدا فاتح الميكروفون مش منتبه، في ناس مثلا استخدموا موضوع شو بنسموه الابلكيشن اسمه ماي اوتوميتد كونفرزيشن كوتش، هو عباره عن نظام بيساعد الناس اللي عندهم توحد على انهم يتهيئوا للانترفيوز، يتهيئوا للتفاعل مع ناس على ارض الواقع. فهو فعليا عباره عن برنامج لما تحكي معه بتحكي كانك تحكي مع بني ادم، بتواصل معك وبتحكي معه وبصير يعني كونفرزيشنز بتخليك نوعا ما او بتخلي الناس اللي عندهم مشاكل بالتوحد يكونوا عندهم قابليه افضل على انهم يتواصلوا ويحكوا مع ناس من العالم الخارجي من دون اي مشاكل. في عندنا برضو شيء اسمه ادابتيف ليرنينج، واللي هو بيحاول يعمل تعرف على مشاعر الانسان، اوكي، ويحاول يعملها ميميك. كثير بتشوفوا روبوتات مثلا بتحاول انها تعمل روبوتات بتقلد البني ادم، ممكن تحكي لها نكته تضحك، ممكن تحكي لها شغله بتحزن تحزن وكذا. دكتور في روبوت اسمه على ما اعتقد صوفي، نزلته شركه وكان بالزبط. نعم كان اول روبوت بالعالم بياخذ الجنسيه السعوديه، السعوديه منحته الجنسيه لهذا الروبوت، ولما يعني الناس تفاعلت مع ارض الواقع كان جدا يعني قريب للواقع، لانه يعني في عضلات بجميع وجهها تقدر تخليها تضحك تكشر تعمل تعابير معينه انها مش فاهمه محتاره او شغلات زي هيك. فكل هذا الاشي يعني ممكن هسه بتشوفوا انت عباره عن اجهزه كبيره وصعب تحركها، مع الوقت كلها بتصير اشياء تصغر وبتصير عباره عن اشياء بتصير بحياتنا يعني الواقعيه. طيب بخصوص موضوع الكمبيوتر إيثكس، الأخلاق في الكمبيوتر، هاي الأشياء راح نخليها للمحاضرة الجاية إن شاء الله عشان بدناش نطول عليكم أكثر من هيك. بدي بس قبل ما ننهي نأخذ أول شيء قائمة بالحضور، في عندنا تقريبا 120 طالب لحد الآن موجود. يا ريت اللي بيعرف زملاء له عندهم مشاكل لسه ما دخلوا على المادة، تقريبا ضايل 10 طلاب ما سجلوا بالمادة، إنهم يتواصلوا معهم يساعدوهم أو يخلوهم يتواصلوا معي عشان أشوف كيف نقدر نساعدهم. طيب نزلت أنا قائمة بأسماء الطلاب، إن شاء الله الاثنين الجاي بنشوفكم. حوقف التسجيل الآن، stop recording. أوكي.